بحوالي 350 كيلومتر، مدينة من أعرق وأقدم مدن الغرب الجزائري، مدينة غيليزان مينا سابقا، يعود تاريخها إلى مرحلة المملكة النوميدية. كانت 3200 ما يقارب 3200 مؤسسة صغيرة أو متوسطة تشغل حوالي 18000 عامل، هذه إلى غاية تقريبا السداسي الأول 2020. هذه المؤسسة الصغيرة المتوسطة تمثل قطاعات عديدة على رأسها الخدمات، قطاع الأشغال العمومية وكذلك البناء، قطاع التجارة إضافة إلى قطاع الصناعة وكذلك قطاعات أخرى مختلفة. هذه المؤسسة صغيرة متوسطة من بينها 200 ما يقارب 260 وحدة صناعية، بينها 6 وحدات صناعية عمومية متواجدة على مستوى ولاية غليزان. كذلك هذه تمثل هذه المؤسسات أو الوحدات الصناعية أهم نشاطاتها صناعة الجلود وكذلك فيها صناعات مختلفة. الآن بولاية غيليزان في المنطقة الصناعية سيدي خطاب، وتحديدا بمصنع الصناعات النسيجية، هذا المركب الضخم الذي هو ثمرة شراكة جزائرية تركية. يضم مركب النسيج طيال 25 وحدة إنتاجية. سلسلة الإنتاج تبدأ من وحدة إنتاج الغزل والخيط انطلاقا من القطن المستورد الذي يعالج عبر ماكينات حديثة تعمل بتقنيات عالية، تمكن الوحدة من إنتاج سنوي يعادل 36 ألف طن من الخيط الجاهز للحياكة. الصناعة النسيجية عندنا أول مرحلة اللي هي مرحلة الغزل، اللي نقوم بتحويل المادة الأولية القطن اللي هو عبارة عن ألياف، نقوم بتحويلها إلى خيط. احنا في طايل عندنا وحدتين للغزل، الوحدة الأولى خاصة بالفيلاتور توسكي فيل دينيم خاص بالجين، الوحدة الثانية خاصة بالخيط نون دينيم. المادة الأولية اللي نخدموا بها عندنا القطن كمادة طبيعية اللي نستوردها من البرازيل اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، والمادة تكون عندنا تكون سيرتيفي بي سي اي وإيكوتكس. الاستهلاك في العام عندنا أكثر من 40 ألف طن، الطاقة الإنتاجية تاعنا تفوق 36 ألف طن من الخيط، المنتوج تاعنا يكون من خيط أقل من 10 أنام حتى لأكثر من 135 أنام، وهذا الإنتاج نستعمل آلات تتوفر على تكنولوجيا عالية جدا، آخر منتوج في السوق العالمية للآلات النسيج. أيضا عندنا في الوحدتين تتوفر على مخبر مراقبة للجودة ليتوفر على آلات ذو تقنيات وتكنولوجيا عالية جدا، وهذا لنضمن الجودة العالية للزبون. ينتج خيط الحياكة بمقاسات مختلفة ثم يحول إلى وحدة التلوين والصباغة، حيث يعالج بمواد تلوينية عبر مراحل تدرج اللون حسب الأقمشة المراد نسجها، ليخضع المنتج بعدها لمعايرة دقيقة في مخبر مراقبة الجودة والنوعية.
تتكون هذه الوحدة من سلسلتي إنتاج ومكان لتحضير المواد الكيميائية وكذلك مخبر. بالنسبة لسلسلة الإنتاج فهي تتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الكريل الذي نضع فيه الحزم الخيط، والجزء الثاني هي جزء الصباغة، فيه عدة مراحل. المرحلة الأولى التي تتم هي مرحلة معالجة، يتم معالجة الخيط، وبعد ذلك تتم مرحلة الغسيل، يلي بعدها مرحلة الصباغة وهي مرحلة أساسية، ثم بعد مرحلة الصباغة تأتي مرحلة الغسيل الثاني، وبعد ذلك يتم تلطيف الخيط لتسهيل عملية النسيج، وبعد ذلك يتم تجفيف الخيط وتنقله إلى الجزء الثالث الذي هو اسمه الكويلر، وبعد ذلك يتم تخزين الخيط ونقله إلى الوحدة الموالية وحدة النسيج. بعد جاهزيته يحاك الخيط وينسج لتصنع منه أصناف الأقمشة المختلفة حسب السلوك. فوحدة النسيج والحياكة تنتج سنوياً ما يقارب 55 مليون متر من القماش بأنواعه الموجه إلى التفصيل وصناعة الملابس المتنوعة الاستعمال، والتي تخيطها أيادي جزائرية استفادت من فترات تربص في مختلف مجالات النسيج. شركة طيال أهمية كبيرة للتكوين للموارد البشرية، حيث يتم توظيف عمال عن طريق شركة لانام وأيضا عن طريق التكوين المهني. يتلقى كل متمهنين تكوين نظري لمدة 5 أيام، وبالنسبة للعمال ورشات الخياطة عندهم تكوين آخر تطبيقي لمدة 2 شهر، حيث يستفيد العمال من تكوين في مجالات الصحة والأمن، معرفة حول شركة طيال وقانونها، معرفة في مجالات النسيج. بالنسبة للعمال ورشات الخياطة يتلقون تكوين مدة 2 شهر، فيه مدخل إلى عالم الخياطة وأيضا تعريف بأنواع ماكينات الخياطة وأنواع الخياطة. الأقمشة مهيئة للتفصيل، تقطع حسب المقاسات على مستوى وحدة إنتاج الملابس الجاهزة، والتي تشتغل بخمسة خطوط إنتاج، وتنتج شهرياً ما يزيد عن 20,000 قطعة من مختلف الملابس الجاهزة الموجهة للتسويق. لإنتاج الملابس الجاهزة عندنا 5 وحدات تاع كونفيكسيون. الوحدة الأولى مخصصة للشوميز الأقمصة، والوحدة الثانية مخصصة للدينيم اللي هو الجين بجميع أنواعه، الوحدة الثالثة مخصصة لمعاد الجين لاتوال اكسيتيرا، الوحدة الرابعة مخصصة للتريكو بكل أنواعه، والوحدة عندنا الخامسة مخصصة لغسل المنتوجات تاع الجين ومعاد الجين، وعندنا كاع اونتو لي زونيتي دو كونفيكسيون المنتوج تاعهم يقدر ب 30 مليون سنوي. تسويق منتجات الألبسة الجاهزة بعلامة جزائرية ذات جودة ونوعية حسب المحلل الدولي مكنت المركز المدمج لمهن النسيج طيال من رسم استراتيجية للتصدير إلى 24 دولة عبر مختلف قارات العالم. فالمركب يعتبر مكسبا صناعيا مهما يجعل من ولاية غليزان قطبا رائدا في الصناعات النسيجية. Tayal is one of the unique textile factories in the world. طيال واحدة من أكبر الشركات النسيجية في العالم، وهي فريدة من نوعها في إنتاج الأقمشة النسيجية.
توظف حاليا حوالي 2500 عامل، والهدف هو بلوغ 20,000 عامل. المركب فريد من نوعه والوحيد في هذه الناحية. إننا نركز في جهودنا على توفير منتجات بعلامة راقية ممتدة الصلاحية بجودة ونوعية. نحن نفتخر بهذه الشراكة التي ستمكننا من الربح المتبادل والتصدير إلى عديد دول العالم. ولاية غليزان لإخفاء أنه استفادت من مركب للنسيج في شراكة جزائرية تركية، هو مركب للنسيج تايال، هو مختص في النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة. كذلك فيه مشروع آخر وهو مصنع كذلك عمومي، وهو الشركة الوطنية للنسيج لابوم بولاية غليزان، هي كذلك مختصة في النسيج وكذلك صناعة الألبسة الجاهزة. هذا ما يجعل من هذا يعني هذه الاستفادة الولاية من هذه المشروعين الضخمين تكون يعني بامتياز مختصة في النسيج. الحديث عن الاستثمار في الصناعات النسيجية في الجزائر يرتكز أساساً على بعض المؤسسات الوطنية الرائدة والعريقة في المجال، كالمؤسسة الوطنية للصناعة النسيجية لابوم بولاية غليزان، والناشطة في صنع النسيج منذ سنوات السبعينيات. تكونت من 1960، تستعب لقدرة عمالية ب 400 عامل تقريبا، إنتاج شهري لعدد ليزارتيكل هي حوالي 200 ألف أرتيكل. عندنا دي كوموند وعندنا الأخرى هذاك تسويق مدني للسوق المحلية، وعندنا تسويق الأخرى للمجمعات الأخرى حسب الطلب تاع الزبون. عندنا نبداو الوحدة تاعنا هي تستعمل النسيج والصباغة، وعندنا الخياطة وصناعة الجوارب. مؤسسة لابوم، ولأجل مسايرة التطورات والحداثات الحاصلة في مجال الصناعات النسيجية، طورت اليوم تجهيزاتها ونوعت منتجها في مختلف الألبسة، وأصبحت تضم 5 وحدات تنتج حسب طلبات الزبائن وتسوق في مختلف جهات الوطن. الأولى عندنا ندخلوا كتان من عند التريكوطاش والمتريكوطاش، من بعد ندخلوا اللاكوب يتفصل كامل بجميع البرودوي اللي عندنا. عندنا ديمي مونش وهو الكود تاع 322، عندنا كذلك المونش لونغ وهو الكود تاع كذلك 212، كذلك عندنا السروال وهو الكود تاع 422. عملت المؤسسة وعمالها له من الخبرة ما يزيد عن 40 عاما في مجال الحياكة وتقنية النسيج، خبرة تتوارث من جيل لجيل حسب دفعات الحرفيين الملتحقين بالمؤسسة. عندنا هنا نساء ذات كفاءات عالية ما شاء الله، عندنا كاين هنا خياطات عندهم 40 سنة عمل ويقدموا منتوج تاعهم يوميا 100%، ما كاش نهار طاحوا ولا مالغري كبار وعندهم اكسبيريونس تاع 40 عام. عندنا دي فورماسيون نديروهم شاك فوا، كل خطره نديروا دي فورماسيون في عده مجالات على المستوى كاع المؤسسه ماشي غير ورشه النسيج. وعندنا فني كل عام يدخلوا في العام، عندنا دو فوا يدخلوا لي زابرونتي تاع المستوى تاع الخياطه ولا تريكوطاج تانتير مينتونونس، ندخلوا دي زابرونتي نديرهم لي فورماسيون نعلموهم يتعلموا تكنيك لي ماشين الخدمه كلشي يتعلموه ويخرجوا بمستوى بديبلوم عالي ما شاء الله. استعمالات المؤسسة بدأت الإنتاج تاعها منذ سنة 1979. الطاقة الإنتاجية الحالية هي 4000 طن،
رقم الأعمال المؤسسة يفوق المليار دينار جزائري سنويا. المؤسسة تنتج بلاغي بكل أنواعها على حسب الطلب تاع السوق المحلي، كمؤسسات وطنية، مؤسسات خاصة. قمنا بعملية تصدير المنتوج نحو مدن، نحو بلدان الإفريقية، منها ليبيا وتونس، وخاصة تونس. شركة الصناعات الميكانيكية ولواحقها تشغل أزيد من 300 عامل موزعين على 4 وحدات، يختلف منتجها حسب المقاس القطري للبرغ بين 3 إلى 36 ملم، تنتج حوالي 15 نوعا من البراغي وبقدرة إنتاجية تزيد عن 5000 طن سنويا. أنتم هنا في على مستوى المديرية الصناعية التي تتكون من 4 وحدات رئيسية، 4 دومين داكتيفيتي استراتيجيك. لو برومي دومين سي لو دومين دو فابريكاسيون برودوي ستاندار، صناعة اللوالب العامة ذو الجودة العالية. دوزيام دومين سي لو دومين دو فابريكاسيون برودوي سبيسيفيك، وهو صناعة اللوالب الخاصة. وعندنا تروازيام دومين سي لو دومين فينيسيون، tout ce qui est traitement de surface et traitement thermique et emballage، معناتها المعالجة الحرارية والمعالجة السطحية. ولو كاتريام دومين سي لو بول سوتيان تكنيك، الصيانة وصناعة ولا فابريكاسيون اوتيان. الشركة تراهن على إنتاج وطني بمعايير عالمية مكنها من مسايرة متطلبات السوق الوطنية وتوسيع تعاملاتها في مجال التصدير إلى بعض الدول المغاربية والإفريقية. فيما يخص الجودة، شركة أورسيم معروفة من قبل بشركة بسيار، معروفة في ميدان الجودة. لا احنا عندنا لا دوموند تاع المارشي، لا دوموند تاع السوق، فيها الناس اللي تطلب بلاغي منتوجة عادية، وكاين اللي تطلب بلاغي الجودة تاعهم عالية جدا. هنايا احنا اوني لا اون ريبون ا لا دوموند، بيان سور كاين منتوجات ذات جودة عالية، مثلا بور لا كونستركسيون ميتاليك، بور لي شومان دو فير، pour les pylônes، pour le montage des pylônes électriques. Donc كاع هادو كامل يطلبوا بلاغي ذات جودة. نحن الآن متواجدين في مخبر أورسيم لفحص المواد الأولية والمواد المعدنية وخاصة اللوالب وما شابه ذلك بمعايير عالمية إيزو انترناسيونال. كما أننا توجهنا إلى الاعتماد مبرم من طرف الجيراك، ولذلك نلنا شهادة في هذا الأخير في مقياس إيزو 17025. كما أننا لدينا كفاءات مهنية من مهندسين وتقنيين في المجال مراقبة المنتوج يوميا، تنجم أكثر من 15 عينة يوميا. كاين بليزيور بروجي كي سون على ليتود اكتويلمون، رانا اون ايت اون تران دانتيغري لانتيغراسيون سورتو تاع لي برودوي سبيسيفيك كي سون دوموندي من مارشي، مي حنا سورتو سكون فيز سي لا بولونري اوتوموبيل. نجاح الاستثمار الصناعي في مختلف المجالات يتوقف أساساً على توفير الظروف الملائمة لذلك، بداية بالتسهيلات الإدارية إلى تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وهو رهان القائمين على قطاع الصناعة بولاية غليسان رغم بعض النقائص المسجلة. شكرا
مشروع اقتصادي له انشغالات قد تكون خفيفة أو بسيطة، وقد تكون انشغالات ذات أهمية. على سبيل المثال المنطقة الصناعية الجديدة المعروفة سيدي خطاب، التي كنا نأمل أن يعني تأخذ مسارها الذي تستحقه، وهو يعني كما تعلمون أن بها مساحة 2700 هكتار، يعني تحتوي على مؤسسات هي في 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 اون بلان برودكسيون يعني. ولكن مثلا بعض المتعاملين الاقتصاديين يشتكون من توصيل الكهرباء، من الطرقات، من في الحق السلطات المحلية اخذة بعين الاعتبار هذه المهام وهذه الاهتمامات. العقار الموجود على مستوى ولاية غليزان استفاد من برنامج هام للتهيئة، على رأسها عملية هامة هي عملية تهيئة المنطقة الصناعية سيدي خطاب على مساحة 500 هكتار بغلاف مالي يقدر ب 750 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تخصيص ما يقارب 1300 مليار سنتيم جزائري لربط المنطقة الصناعية بكل من الكهرباء والغاز. جهود حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار بولاية غليزان ومسيرة الاستثمارات حديثة النشأة من طرف رجال أعمال خواص، كمشروع إنتاج وصناعة الألواح العازلة بمنطقة سيدي خطاب، والذي دخل حيز الإنتاج العام 2019، إذ ينتج سنوياً 1.5 مليون متر مربع من الصفائح العازلة. نحن ننتج حوالي 1.2 مليون متر مربع من الألواح العازلة. الاستعمالات تاعها للغرف الصحراوية، المستودعات، المصانع لتغطية المصانع، لغرف التبريد، للمساحات الكبيرة، أي مساحة كبيرة. المصنع الوحيد اللي في الغرب الجزائري هو مصنع شركة سويبانال. حاليا نوظف حوالي 55 عامل، وإن شاء الله في المستقبل نوصل حتى 120 عامل. تاعنا من المصانع الحديثة، يشغل عدد قليل من العمال ويمد كمية كبيرة من الإنتاج. عندنا طاقة كبيرة باش يعني نقدروا ننتجوا حتى 12000 15000 متر مربع في 24 ساعة. حاليا للوسط، للشرق، للغرب، للجنوب، يعني نسوقوا المنتوج تاعنا يروح لكل مكان. احنا بدينا في ماي 2019، وان شاء الله طاحت مع كورونا هذه شويه، مي الحمد لله ان شاء الله عندنا زبائن في كل مكان. نواز عبد الحق، خريج جامعه موسى غانم، هندسه ميكانيكيه، التحقت بهذه المؤسسه منذ 2019، وأنا نائب مدير العام. الآن لدينا عطب خفيف على مستوى الرغوة، سنعالج المشكل وننطلق من جديد. كل ما كانت الماكينة جديدة يعني من طراز عالمي، يعني الإنتاج يكون أكثر والجودة جيدة. احنا نحاول نكون من أحسن المنتجين في الجزائر إن شاء الله. توفر العقار الصناعي بولاية غليزان ساهم في تنويع مجالات الاستثمار، ليشمل الاستثمار في الصناعات الغذائية التحويلية وخاصة واسعة الاستهلاك منها. فالمنطقة الصناعية بالعسل بها عدة استثمارات
على غرار مصنع البسكويت الذي يشغل حاليا 50 عاملا وينتج 6000 علبة يوميا، يراهن على توسيع خطوط الإنتاج والتوجه نحو التصدير في حال توفير التحفيزات الدائمة لتطوير المنتج الوطني. المشروع كان في جهة أخرى في بلدية والجمعة، ومن بعد نقلنا إلى لازون اندستريال تاع غليزان، وحنا رانا في الحرفة في 10 سنين. والطاقة الإنتاجية تاعنا هنا اليوم طلعنا لي كاباسيتي ليكستونسيون راهي حوالي 10000 كرتون نجمو نديروها في 24 ساعة. مي سوق الحظ دروك رانا نشتو امكانيات باه نجمو نكسبورتو البرودوي تاعنا، باسكو حنا هنا لي زيكيبمون ديرنيير جينيراسيون اللي ما عندهمش الجوار تاعنا. حنا كاع لي حنا كاع لي زيكيبمون تاعنا مام كاع لي زالجيري عندهم لا ديرنيير تكنولوجي، دونك اون بو كونكورير لو مارشي تاع لافريك. وان شاء الله حنا متمنين ان شاء الله تكون عندنا تساهلات في الاكسبورتاسيون. تعمل ملبنة سيدي سعادة لإنتاج الحليب ومشتقاته على توفير احتياجات السوق المحلية والوطنية من مادة الحليب والجبن والكامومبير، فهي تشتغل ب173 عاملا وتنتج يوميا ما يقارب 16000 لتر من الحليب المبستر. ملبنة سيدي سعادة عندها الإنتاج تاعها فيما يخص الحليب ومشتقاته، الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة نديرو عندنا 15300 يوميا. عندنا فيما يخص مادة الكامومبير عندنا 65000 يوميا. فيما يخص مادة الجبن اللي اسمه لبني فيه 55 غرام وفيه 180 غرام. فيما يخص هذا قدر الإنتاج تاعنا يروح حتى حسب الطلب يروح حتى 8000 كيلو في اليوم، يعني قادر ب 8 طن يوميا. وحفاظاً على صحة المستهلك، تخضع المنتجات لمراقبة دقيقة وتحاليل مستمرة تضمن سلامة المنتج وضبط مدة صلاحيته حسب شروط الحفظ قبل وبعد تسويقه. بالإضافة إلى إنتاج الحليب ومشتقاته، خصصت الملبنة وحدة لإنتاج العصير بأنواعه المختلفة، تعمل بنظام إنتاج أوتوماتيكي وتنتج يومياً 60000 لتر، وتعمل على تجهيز وحدة جديدة تخصص لإنتاج العصائر والألبان الطبيعية الخالصة. ليجي عندنا دو سور دو جي، عندنا ليجي تاع 1 لتر ليجي أروم، وعندنا ليجي تاع 2 لتر. عندنا الشربت او معروف على يسال الوطن، وعندنا دي جي، عندنا جوسي، وعندنا نكترا تاع دوليت، وعندنا فيها بليزير اروم. دونك هنا لا كاباسيتي دو برودكسيون الي دو 168000 للجور، اكتيالمون اون في ابري دون لي 60000 للجور. على غرار ولايه غليزان، تسعى الدوله عبر كل ولايات الوطن الى تحسين وتطوير قطاع الصناعه وتقويه الاقتصاد الصناعي لبحث قاعدة صناعية قوية ترقى بالمنتج الوطني في الأسواق الدولية وتوفر مناصب الشغل، كما تدعم الخزينة العمومية بمداخيل بديلة.